طب ما تساعدني انت وتفهمني اكتر، ايه اللي خلى ابنك بالطريقه دي؟ انا ما شافش منك غير لا خير ولا شر، هو ما شافش منك اي شر، ما شافش مني حاجه، ما شافش منك حاجه. يعني هما كانوا واخدين عهد ان هما يندموك على ابنك مثلا؟ هما قالوا لي مش هتشوفه ولا هتشوف ظفره، مش هتشوفه ولا هتشوف ظفره. بنتهم ما عاشتش ليه؟ الله اعلم. طب مع بنتهم اللي مش عايزه تعيش بس كل، وانا هعمل لهم ايه؟ طيب ما هو انت اللي طلقتها ورميتها في الشارع؟ لا هم اللي طلبوا الطلاق. طيب ومديها حقها ومديها كل حاجه. المفروض كان ايه يعني عشان انت تنجم الهلاك؟ هم عايزين يكسحوني، عايزين يكسحوني. طب انت اتجوزت وخلفت وجبت الواد والبت تاني وبدل الواد اتنين، كسحوك في ايه؟ هم عايزين يعجزوني وما عرفوش، وانا بقول يا رب، ربنا اللي واقف معايا في كل حاجه. انا خاف بعد اللقاء اللي انا بعمله ده كله هم يشتكوني. هشتكوك ليه؟ كان في دي اتنفقه كمان. نفقه لمين؟ للولا برضه. الله، مش انت لسه دافع؟ وشك هيشتكوني تاني بعد ما يسمعوا صوته ويعرفوا ده كله، هيشتكوني تاني. هشتكوك ليه؟ مش هو وصل سن كام؟ هو في ثالثه ثانوي، هو في ثالثه ثانوي دلوقتي. مش هو في سن قانوني للنفقه دي؟ ما حدش قال في حاجه زي كده. هو بيقول لي طول ما هو في الدراسه هيطلب منك نفقه المحامي اللي معايا. ما هو لازم يدفع له. ماشي، ما انا هدفع له، بس ممكن تديهم له هو لانه بقى راجل. لان دافع 18000 جنيه وهم جم استلموه. طب هات، يمكن ابنك مش عارف ان انت اللي بتصرف. انا اللي بصرف، هو انا لو ما عارف اللي ما هو امه هتقول له. الله اعلم بقى، هو هم بياخدوا الفلوس ولا هي اللي بتاخد الفلوس؟ الله اعلم، انا ما اعرفش حاجه. الاكيد انه اتربى ووصل لثالثه ثانوي. هو ما سابش التعليم؟ لا ما سابش التعليم. هو في ثالثه ثانوي. ايوه طيب تربى. ماشي ماشي يا مدام نهال، انا نفسي ادفع له وهو في حضني، مش هدفع له من غير ما اشوفه. انا طالع على الهوا عشان اتكلم الكلمه دي، ان انا نفسي اشوفه.